مساء الخير على كل عشاق ومحبي شاشة قناة النادي الأهلي، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وحلقة خاصة من برنامج المجري في أول يوم من السنة الجديدة. كل سنة والشعب المصري كله بخير، كل سنة ومصر دايما طيبة، كل سنة وجماهير النادي الأهلي بخير، جماهير العاشقة للقلعة الحمراء. احنا النهاردة بنقدم حصاد لحلقات المجري خلال ال 25 حلقة اللي احنا اشتغلنا فيهم طوال سنة 21. النهاردة بنحاول نلخص فيهم كل حاجة، هنتكلم معاكم في كل حاجة، هي حلقة خاصة من ذكريات لكل شيء، وفي نفس الوقت يمكن احنا كنا بنخلي الجمهور بيسأل والضيف بيجاوب. النهاردة الجمهور هيسأل وانا اللي هجاوب، انا معيش ضيوف النهاردة، انا عاوز ادردش معاكم في حاجات كتيرة قوي، وفرصة بقى احنا نخلي بعض بقى ونتكلم في كل كبيرة وكل صغيرة. عشان كده انا النهاردة مبسوط ان انا موجود معاكم من خلال شاشة قناة النادي الاهلي، نادي القرن، الاهلي فوق الجميع. هنتكلم فيها في كل حاجة، هنتكلم فيها عن الكرة المصرية، هنتكلم فيها عن الرياضة المصرية، هنتكلم مع نجومنا اللي هم اصلا جم وشرفونا هنا في شاشة قناة النادي الاهلي برنامج المجري. هنتكلم كل التفاصيل البسيطة والصغيرة والكبيرة في عام 21. يا رب يا رب السنة اللي احنا فيها ديت سنة 22 الغمة تبعد عننا ان شاء الله، ويبدأ سنة جميلة وسنة سعيدة على كل الشعب المصري وعلى قيادة الشعب المصري، لأن مصر دي كبيرة، ومصر دي حبيبة كل العالم ده كله، ومهما رحت ومهما جيت مصر هي الأساس. عشان كده كل سنة وانتم طيبين، وهبدأ معاكم حلقة جديدة من المجري، لأن المجري في السنة دي إن شاء الرحمن هتشوفوا فيه حاجات ما شفتهاش السنة اللي فاتت، هتشوفوا حاجات لأول مرة. على فكرة إحنا كنا بندور على النجوم السوبر ستارز اللي هم جم وشرفونا، إحنا كنا بندور عليهم، دلوقتي فضل من ربنا سبحانه وتعالى الناس بتدور علينا، فعشان كده إحنا برنامجنا هنبقى مميزين، وفضل من ربنا البرنامج اتحط في حتة تانية خالص غير ما أنا كنت متوقع، وجروب العمل كله وقناة نادي الأهلي. بشكر كل القائمين على قناة النادي الأهلي بداية من كل كبير لكل صغير، يعني مش قادر أقول لكم البرنامج ده طلع بفضل الناس دي كلها، ومش عاوز أنسى حد، فأنا بوجه لهم الشكر والتحية والعرفان. وما كنتش متوقع أن يبقى البرنامج بالطريقة ديت على مستوى الجماهير كلها، لأن الحمد لله الحمد لله فضل من ربنا، ده كرم من ربنا أن احنا عدينا المرحلة، وأن هي بتبقى عملية صعبة قوي، احنا عديناها. وزي ما قلت لكم قبل كده وفي أول يوم طلعت في قناة النادي الأهلي، قلت للجماهير استحملونا شوية زي ما استحملتونا قبل كده، احنا علينا أن احنا نسعدكم، فإن شاء الله إن شاء الله نحاول بقدر الإمكان أن احنا نسعدكم، لأن أنا عارف أنتوا جماهير زواقة وجماهير بتعشق القلعة الحمراء. وفعلا هو نادي القرن ما بقاش نادي القرن من لا شيء، لا ده نادي القرن، لا هيفضل طول عمره هو نادي القرن.